فيها. معنا على التليفون الكابتن محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز ونجم الكره المصريه السابق. كابتن فتح الله اهلا بيك منورنا حبيبي، ربنا يخليك. يا تسلم، انت مبروك. اللي مزعلك بس انا ايه اللي مزعل؟ مش زعلان ان مفيش مدرب منتخب اولمبي لغايه دلوقتي، متاخرين قوي. ان شاء الله قريب، ان شاء الله يبقى في مدرب ان شاء الله عشان خاطري صح؟ ان شاء الله انا ما تزعلش. كابتن فتح الله مبروك طبعا، النفس مفتوحه وحقكم لان اداء رائع، سيطره، روح عاليه، انتصار كمان ثالث على التوالي. والله الحمد لله، الله يبارك. طبعا بص، 3 بونت مهمين وصعبين جدا، واحنا كنا عارفين قبل الماتش ان هم يعني هيجوا بصعوبه. لو ربنا يعني اراد وكسبنا هيبقى مكسب بصعوبه. عشان حاجتين، يعني عشان انت بتلعب فرقه محترمه عندها افراد كويسه، عندها جهاز فني محترم. تاني حاجه، انت بتلعب من يومين بالظبط ماتش مع الاسماعيلي، وانت عارف انك لما تلعب اسماعيلي في السعوديه يعني الماتش اكيد فيه مجهود بدني كبير جدا جدا. فبعدها بيومين ب 48 ساعه تلعب ماتش تاني قوي، فالموضوع مجهد جدا جدا. فالحمد لله في ظل ده انت بتجيب 3 بونت، في ظل ده انت عندك لعيبه متحمله مسؤوليه، لعيبه كبيره، لعيبه بتقاتل عشان تكسب، فربنا بيكرمها. في الدقيقه 70 بنكسب، قبلها كان في محاولات وصلنا للجون، يمكن مش كتير صح، لكن وصلت للجون مره واثنين وثلاثه، ولغايه ما ربنا الحمد لله قررنا بجون هايل اللي ربنا صبحي. فالحمد لله 3 بونت انا شايفهم مهمين جدا يعني. في تفاهم كويس قوي ما بين رمضان وعبد الله، مش بس في لقطه الهدف لكن بشكل عام في التحركات بين الاثنين. اكيد طبعا بشكل عام طبعا كل اللعيبه، لكن عبد الله ورمضان اعتقد في كيمياء بينهم، ودي بتصب بالاخر مصلحه الفرقه يعني. صح، بكل تاكيد. اتكلم تاكيس النهارده عن انه عاجبه لاكاي بيخدم زملائه، وده كان واضح. اعتقد اللاعب تدريجيا بيندمج في الفرقه. كابتن هاني اسف ما سمعتش قوي، معلش. تاكيس اتكلم على لاكاي انه عاجبه لانه بيساعد زملائه في الناحيه الهجوميه، مش هو حتى اللي بيهدد لكن بيسيب مساحات. اعتقد تدريجيا لاكاي بياخد على الاجواء. لاكاي حتى لو بعد شويه عن التهديف لاعب كبير ومهاجم تقيل، واحنا الموضوع بالنسبه لنا مش مقلق، لان عارفين الموضوع هيبقى لما تغيب عن التهديف. رمضان صبحي مثلا غاب فتره عن التهديف، لكن كان بيعمل كل حاجه عليه وكان بيقاتل لغايه ما ربنا كرمه وجاب جون. فالموضوع الحمد لله ماشي معاه بشكل كويس وبصوره كويسه. فنفس الحال لاكاي بيعمل اللي عليه، وصحيح وصل النهارده بواحده واثنين ما جوش. فالماتشات الجايه ان شاء الله ربنا يكرمه ويهدد وتبقى اهدافه مؤثره ان شاء الله معانا ان شاء الله، لكن هو مهاجم كبير طبعا. الواقع اللي قدامنا بيقول ان الثلاث فرق اهلي زمالك بيراميدز من غير ترتيب مرهقين، ضغط المباريات عليكم انتوا الثلاثه، لكن بيقول ان قائمه بيراميدز ممكن تكون هي الاكثر وفره في الادوات. هل تتفق او شايف انه ده ممكن يكون سبب في تتويج اول لبيراميدز بالدوري يا كابتن فتح الله؟ بص يعني احنا الحمد لله طبعا عندنا لعيب، احنا يعني بص بنعاني اكيد احيانا من الغيابات، بدليل دلوقتي يعني في ناس كانت غايبه عندنا ناس طويله وناس ماتش وناس مصريين بنقابل غيابات اكيد، لكن الحمد لله احنا عندنا في كل مركز الحمد لله المراكز كلها متغطيه بشكل كبير، وده حاجه كويسه. الاهم على فكره من الحاجات دي انك انت توصل للاسابيع الاخيره والكل رجليه في الملعب والكل جاهز. ايوه. وده يمكن اللي عملناه النهارده، يعني بنحاول بقدر الامكان اللعيبه كلها تكون رجلها في الملعب وكلها تشارك. طبعا الموضوع بيبقى محسوب، لكن بقدر الامكان بنحاول كل اللعيبه يعني في اكتر من لعيب في مركز يبقى رجلهم في الملعب، بحيث ان انت هتيجي في ماتشات وفي اوقات ما يبقاش عندك حد مجهد، ما يبقاش عندك حد بيلعب بعد فتره كبيره من عدم اللعب، فانت بتحاول تعملها وفي الاخر يبقى التوفيق من عند ربنا يعني. مظبوط. ابراهيم عادل هيلحق ماتش الزمالك؟ والله ابراهيم لعيب بالنسبه لنا مهم جدا ولعيب مؤثر، لكن لسه مش بشكل كبير، هنشوف لسه التمرين بكره، هنشوف حاله ابراهيم ايه، لكن يعني اكيد بنسبه اقل هيلحق. بنسبة أقل، بنسبة مش كبيرة. نسبة مش كبيرة. يوليو ماتشاته انتهت بالنسبة لبيراميدز، وانتوا في المركز الثاني والأهلي لسه. إيه وضع القصة الخاصة بدوري أبطال أفريقيا؟ والله النقطة دي يعني مع النادي ومع إدارة النادي، يعني هم
بيتابعوا اكتر الحاجات دي، وهم لو اتكلموا فيها يبقوا احسن مني فيها يعني. تمام. لكن احنا في الاخر احنا عندنا سكه تانية وموضوع تاني، ان احنا بنحاول ما نفرطش في بنود، بنحاول تمام. نقاطر على كل بن. عارفين ان المنافسه لما تكون مع فرقتين كبار بتبقى صعبه جدا جدا، فانت بتحاول تركز وتعمل اللي عليك وما تفرطش في بنود لغايه ما نشوف فيها على ايه. ان شاء الله يبقى خير لينا ان شاء الله. مبروك كابتن فتح الله مرة تانية وبالتوفيق بإذن الله. عمليم. شكرا ليك، نورنا كابتن محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز. قبل ما حد يجيب لي مداخلة تانية، فاصل، لأن بعد الفاصل معانا نجماي النقد أو نجماء النقد، الأستاذ أحمد جلال صديقي وزميلي وعشرة العمر، والرائع معتز الشامي الناقد الرياضي، فرصة في أجازته ينورنا. فبعد الفاصل في الماتش خليكم معانا.